عسلامة إدريس، عرفنا بروحك وين تقرأ وقديش عمرك؟ أنا إدريس خروبي، عمري 10 سنين، نقرأ في ليكول أمد خصم كمالي. وقديش بدي غرامك بالتمثيل؟ بدي غرامي بالتمثيل، كنت نعمل في المسرح ملي عمري 5 سنين، أول دور خذيته في المسرح هو دور في مسرحية اسمها أوليفر تويست، مثلت دور أوليفر تويست، والمعلمة معناتها هي معلمة إنجليزية عرفتني بالمسرح اسمها ميسيس فيكي. ميرسي. شكون شجعك على التمثيل؟ أمي وبرشا ناس شجعوني في التمثيل. قولي شنو التياتر بالنسبة لك؟ التياتر حاجة كبيرة بالنسبة لي، عرفتني برشا حاجات، عرفتني برشا ناس، وتوا وليت دون موندو سينما. شكون انت تاخذ قدوتك في التمثيل؟ كم باش تستاهل مسرح ولا سينما ولا شكون تاع قدوتك؟ ما عنديش ممثل نحب، معناتها هذاك الممثل نحب الممثلين كل الحقيقة. فماش واحد تقول انا نحب نتبع ونحبك اللي عامله ونحب نعمل معناتها ناخذ منه انسبيراسيون، فماش؟ لا. شنو تعمل اخر غير تياتر؟ ما عنديش باسيون اخرين غير تياتر. سينما. تياتر نفس السينما. قولي كيفاش عرفت بالكاستينغ ومعرفتي؟ صاحب امي بعثت لصاحبته اللي بعثت لامي ليا الكاستينغ فيسبوك. مشيت عملت الكاستينغ في تونس، في تونس العاصمة، بروباغندا بروديكسيون مع نجيب، اخر ربحت الكاستينغ. مبروك ما دخلت. عايشك. نحن السؤال اللي نلوجوا عليه بحق، امك كيفاش لقات الكوراج باش تخليك تمشي تمثل دور انوتيست؟ أمي elle est très libre pour parce que c'est expérience معناتها لازمك تعمل expérience في السينما. هي قالت لي déjà كان خاطر ليكيب، هي ما التكنيسيان قالوا ليكيب ما تجمش تبقى احسن ليكيب من هذه، خاطر هما التكنيسيان مش تاع ايكيب برك، يسافروا برشا ايكيبات وكل شيء. قالوا لي هما احسن ايكيب. قالت لي ما انا كان لازمني نخلص باش تعمل لك الدور ونخلص، فهمت؟ شكرا. كي عرفتك خديت الغول؟ رياكسيون تاعي بديت نضحك. امي ما معناتها قالت لي هي عرفت انغوتاغ اللي انا خذيت الدور، ورياكسيون تاعي كنت فرحان على الاخر، وقلت جيسبر كو سوسرا بيل افونتور. وقتها وكيفاه صار الكاستينغ؟ صاحب امي بعثت لصاحبته. نقش كاستينغ على قدم الادب. لازم في كاستينغ قبل ما تبدا الكاستينغ لازمك تعمل ورقه، ومن بعد ما عمرتها تعطيها لهم كل شيء، بعد تعمل كاستينغ. الكاستينغ يقول لك لازمك تعمل اوتيست انت في الدور، معناتها مثلا انا دوري كانت فهمت واحد، لازمك تعمل اوتيست مثلا يعمل فيك ريز، اوتيست مثلا فرحان، اوتيست انت عادي ما مش فرحان لا شيء، ما هو يقول لك معناتها مش كل كاستينغ كيف كيف حضرت روحك باش تعمل الغول؟ معناها سي با سامبل دو جوي تل غول. مشيت البروفا نتاع التياتر نتاعي، مشيت في وحدها عاونتني شويه في الدور. كيفاه تلهي بيك نجيب؟ نجيب تلهي بيا، دللني الناس كلهم، فات مش كان يجيب ليكيب كامله، ليكيب نتاع لي تكنيسيان الممثلين السكريبت كل شيء كانوا يتلهوا بيا معناتها. بيان. قد ايه قعد التورناج؟ شهرين. قد لقيت مشكله مع قرايتك باش تغيب تمشي باش تمشي تصور؟ انا قرايتي انا وامي قرا
هي ما يقلق هيش القراية المعادلات ما يهم هيش هي أمي. إن فات كيف ما قلت بكري كن لازم قلت كن لازم نخلص باش تعمل هذير كن لازم نخلص باش تعمل هذير كل نجي نخلص. شنو كانت أجواء التصوير كيف كان الامبيانس كيفاش كانت كي تخسرتو بالوقت ما تخسرتوش كيفاش الامبيانس مزيانه على الاخر ليكيب ما كراش الوقت يتعدى بالليكيب مزيانه على الاخر معناتها تجمش تلقى كيب احسن من هذه وعملنا برشا ودارات ما فقناش بهم. احكينا انيكدوت حاجه صارت تضحك في التورناج في الكوليس. ما تعركناش عمرنا تعركنا في الفيلم معناتها في الفيلم تعركنا انا ونضحك اما معناتها الناس الكل كانوا صحاب في التورناج ما صارتش فاز الضحك هكا باش تقعد لك سوفنير معناها سوفنير ليكيب كامله معناتها كيفاش نقول لك ليكيب كامله مزيان على الاخر احسن ليكيب سوفنيرات الكل معناتها كنا نجم نرجع الوقت نرجع في المومون هذيا. كي نقولوا شوفي حل نسيتي العزيزة نقولوا منى نور الدين، كي نقولوا هابينيس يوميات امرأة نقولوا صلصلة معالج، كي نقولوا باستاردو في اش اس كحلوشة نقولوا نجيب القاضي، كي نقولوا اون دو موند كارير نبير مولد ويفيد نقولوا نضال السعدي. صرت في كوا معناها باش تخدم معاهم كل يوم معناتها لي مومون اللي عديتهم معاهم معناتها هما سون دي ستار. En fait, Ena m'a traîné sur la télé, vous êtes tout ici en fait. Donc, c'était ni chaud ni froid. Je ne sais pas si je suis un homme, je suis un homme, je suis un homme, اول مره تفرجت على روحك في الفيلم وقتها وشنو كانت الرياكسيون تاعك؟ اول مره تفرجت على روحي في الفيلم هو في البريزونطاسيون في البريزونطاسيون في البريزونطاسيون بريس و ما عجبتش روحي بالكل اول مره تفرجت عليه وفات انا الفيلم تفرجت عليه ست مرات تفرجت عليه بشويه نتفرج عليه بشويه نحبه اكثر. عسلامة دو باش نحكيو على بريود بعد الفيلم نحبك تقولي إدريس كيفاش تبدلت حياتك بعد الفيلم علاقتك بصحابك لي رياكسيون تاع العباد كي تخرج فهمتي شنو نقصد ان فات تو لونتوراج نتاعي تكبر على الاخر مع ليكيب دو تورناج جماعة نتاع السينما معناتها وصحابي من الاول ما كانوش يصدقوني بالكل تو ولاو يصدقوني. شو نحن نهار السبت في بروجيكسيون الأربعة مشينا ك LPS Press Club مشينا عملنا ان بيتي ميكرو تروتوار سألنا العباد قبل الفيلم علاش جيتوا باش تتفرجوا على الفيلم بيان ايفيدامون وبعد الفيلم شكون أحسن أداء وهذا اش قالت العديد العباد. شنيا لامبريسيون تاعك كي تسمع انه فما عباد جد بالذمة للفيلم باش تتفرج عليك عباد ياسر امبرسيوني بالبيرفورمانس نتاعك؟ ان فات الناس كل يقولوا لي انت باهي في الفيلم وكل شيء وقت اللي يقولوا لي هكا نفرح على الاخر معناتها كيفاش نقول لك سي ان روسونتي مانيفيك معناتها زيدا من العباد اللي حكيت عليك نضال السعدي اللي قال في فكرة سامي الفاري قال إدريس إتان جيني نجيب القاضي اللي قال في عدة مناسبات إدريس إتان كادو من عند ربي الإعلامي الكبير هادي زعيم اللي قال في نجوم في برنامج موزايكا فيم إنه الآخر لحظة حتى بعد الفيلم ماهوش مصدق إنك ماكش كوتيست شنو رأيك في الكلام هذا اللي قال؟ برشا ناس يقولوا لي في الساليت نتاع السينما شعره لما ما قبلناش الفيلم على خاطر خذوا طفل تيست حقيقي وبديت معناتها نضحك على خاطر يحسبوني اوتيست وفرحان على الاخر. اسكو قريت لي فيدباك سور لي ريزو سوسيو لي كومونتير لي ستاتيو الحاجات اللي هبطوا على الفيلم قريت
قريت لي لي كومونتير وكل شيء لقيت كان دو كومونتير معناتها دي ميشان كومونتير لقيت كان زوج وحيد ما معناتها حتى هما سي دي شوز بور بور ساميليوري معناتها وما ما يقلقنيش اللي الناس يعملوا دي موفي كومونتير. Est-ce que Khalid Zed a un jarayd ou la qraoulik plutôt les critiques les tkitbou alik? En fait ma nhabch nqra barcha hajat al fil aliya ana ma nhabch nqra hajat al fil ma3da. Chnou raik fi unwan mawjoud Idryss tul ada al murfik. Idryss une performance déstabilisante. Déstabilisante, معناها tellement performance نتاعك طياره طياره ان واحد يبدا يشك في روحه. هذا عنوان تقال في جريده. وقتها واحد كان يقول لي هكا مازال ما فما حد قال لي هكا اما وقتها واحد يقول لي هكا نقول له معناتها ما نصدقوش على خاطر بالنسبه لي ما جي في دو سيرجو معناتها في الفيلم و معناتها ما نبدا نضحك و معش c'est pas un truc que tu peux dire, c'est un truc que tu peux ressentir. Est-ce que les GCC, كلموك مخرجين عرضوا عليك ادوار كلموك ممثلين حكوا معاك على الاداء والبرفورمانس نتاعك ولا فما برشا ممثلين قالوا لي الفيلم عجبهم اللي انا مثلت بالكدا كم من نجيب نسيت لقبه نجيب واحد اخر ممثل تونسي ها نجيب عيد ما نعرفش برشا ممثلين وفما مخرج قال بالك شبت ونعمل فيلم ونديرك شنية اكثر بلاصة تعرضت فيها الفيلم انت طلعت سور سين بعد الفيلم حسيت روحك ايمو على الاخر وفريمون tu avais la chair de poule هكا ودي فريسون كل يظهر لي في اسمها البقعة سال دو سينما في كوليزي أول مرة في تونس تعرضت الفيلم في جي سي سي أول مرة تعرضت وقتها فما 1800 عرض. Est-ce que الدور حط فيك دي تراس اسكو اثر في البيرسوناليتي نتاعك كان اثر كيفاش وشنو تعلمت من الدور كوسمودو تعلمت برشا حاجات من الفيلم من الناس اللي كانوا معايا في الليكيب الناس نتاع جي سي سي من الاورغانيزاسيون ونحب نشكر ماري نتاع جي سي سي اللي تلهيت بينا ونحب نشكرها على الاخر معناتها وتعلمت برشا حاجات مع ليكيب تعلمت الصون تعلمت كمعناتها تعلمت كيفاش تغزل الكاميرا ليه معناتها تعلمت الصون مش نتكلم معناتها تعلمت الصون كيفاش يعمل في الصون وقتها ما مانيش في السين تعلم في الصون تعلم في الفوتو تعلم في برشا حاجات فهمتك ما تخافش بعد نجاحك في دور المتوحد لوكيست انهم يحسروك في الدور هذا ادخل جي اذا كان مخرج اخر يعرض عليك انك تعمل دور اوتيست اسكو تقبل ولا نقبل ان موش جو سوي اوفير ا توت لي بروبوزيسيون معناتها ما يقلقنيش كي نعمل فيلم اخر على لوكيست Merci. في عمرك هذا عملت ان غران با في ان غران با في كارير نتاعك كي مثلت في ريغارد موا و برشا عباد تفرجوا عليك وحبوك ومنهم صغار قدك وديز ادوليسون كيفي يحلموا انهم الى كومبليس سو كو تشي اكومبلي منهم انا شنو لازم تقول لهم معناها؟ Faites des castings, ouvrez le monde du cinéma, ouvrez le monde du cinéma et faites des films. Ça te rend fier de voir nos bons habits, ils aiment beaucoup, ma tante l'idole, ta bons zvars. Je n'ai pas tout à fait juste. Est-ce que tu es fier, Je suis très fier بطبيعة لي أنا مثلت في فيلم ناس يقولوا لي أنا مثلت بالكدا ديما تكون فرحان معناتها ميرسي